اكيد طبعا. اول حاجة بمس على الكابتن شوبير والحضور اللي معاه، وبحمد ربنا على الفوز دوت. بصراحة احنا الكابتن خالد القماش كان الخطة اللي حط لنا نقفل مفاتيح لعب نادي انبي ونلعب على الهجمة المرتدة زي ما انت شايف. الحمد لله ربنا وفقنا وجبنا منها الهدفين. التعليمات يمكن كنان ابوكو وانت تحديدا بيعتمد على سرعاتكو في اختراقات دفاع انبي وضرب مسار التسلل، دي كانت تعليمات من كابتن خالد. تعليمات من كابتن خالد وقدرنا الحمد لله ننفذ التعليمات ديت، والحمد لله زي ما انت شايف ربنا كلل جهودنا بالفوز الحمد لله. في الدقيقة الأخيرة كان في هجوم ضاغط لانبي، عاوز اقول كابتن خالد كان ايه تعليماته من بره؟ كان في حالة عصبية شديدة قوي. لأنه الماتش زي ما انت عارف ما فيش ولا اول ولا تاني فيه ولا ترتيب ولا اي حاجه، فكان مخلينا نمسك مان تو مان مفاتيح اللعب بتاعت امبي، والحمد لله قدرنا نوقفه. محمد يمكن الفرقه متغيره، يعني اتحاد الشرطه السنه دي غير السنه اللي فاتت خالص، معظم اللاعبين جدد والاداء في الدوري مش على قدر اسم الشرطه اللي عمله السنوات الماضيه. هل فوزكم النهارده على امبي وبقى في انسجام واضح مع في الفريق ده ممكن يخلي النتائج في الدوري افضل شويه الفتره اللي جايه؟ ان شاء الله ربنا يكرم. هو في يعني ثلاث ارباع الفرقه متغيره وكده، فلسه الانسجام برضو مع اللعيبه الصغيره واللعيبه الكبيره، بس ان شاء الله كابتن خالد بيعمل الماتشات الجايه اللي احنا نبقى فيه الفه بين اللعيبه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يبارك فيك. زي ما انت حضرتك بتقول بعد ماتش المقاصه في الدوري يعني الحمد لله قفلنا من ماتش المقاصه في الدوري، ان احنا ما كناش متعودين ان احنا نتغلب على ميعادنا خالص. ركزنا في ماتش الكاس بنلعب فريق كبير، فريق محترم، جهاز فني محترم، فريق انبي السنه دي ظاهر بشكل مميز مع الكابتن طارق العاشري بنفسه على بطوله الدوري. احنا قفلنا بعد ماتش المقاصه زي ما قلت لحضرتك، وكنا برده احنا مركزين الطموح المشروع ان احنا برده نلعب ان احنا ناخد الكاس. بطوله الكاس حوالي 3 4 ماتشات ملهاش كبير زي ما بيقولوا، فليه لا احنا كلمنا اللعيبه وليه لا ان احنا ما نحققش النادي الكبير نادي اتحاد الشرطه بالجهاز المحترم بالاداره المحترمه موفر لنا كل حاجه. اتكلمنا وتعاهدنا ان احنا ان شاء الله نركز في بطوله الكاس، وان احنا نحاول ان شاء الله نرجع الصوره تاني للناس عارفاها بتاع اتحاد الشرطه. وتداركنا ماتش زي ما قلت لك ماتش المقاصه، والنهارده زي ما انت شفت من اول مباراه احنا مش عايزين نلعب على التعادل، انت يعني لازم كان فرقه تكسب. فمن اول مباراه احنا نازلين ضاغطين على نادي انبي، ضيعنا ثلاث فرص محققين الشوط الاولاني. الشوط الثاني جه فينا هدف بدري في اول الشوط الاولاني، تداركنا الهدف بسرعه والحمد لله قدرنا نجيب هدف تعادل وهدف تعزيز. فانا شايف النهارده ان اللعيبه الحمد لله كلهم كانوا على قد المسؤوليه، كل اللعيبه النهارده كانوا رجاله نفذوا الطريقه اللي الكابتن خالد كان قال عليها. والحمد لله والشكر لله. هيكون دافع في مباراه الدوري، يمكن الاداء حتى هذه اللحظه يمكن عدم الانسجام، معظم اللاعبين جدد، ده مأثر على ادائكم في الدوري الفتره اللي جايه، ممكن نشوف اتحاد الشرطه بشكل ثاني؟ اكيد زي ما انت بتقول، السنه اللي فاتت في اتحاد الشرطه حوالي 18 لعيب رحلوا على الفريق وكانوا لعيبه مؤثرين، كان هو ده اللي مخلينا السنه اللي فاتت بننافس على المربع الذهبي لغايه اخر وقت. السنه دي الاداره دعمت ببعض اللعيبه الجداد ولسه صغيرين ما عندهمش الخبره، فاحنا بنحاول مع اللعيبه دي. انت عارف ان انت موضوع الانسجام ده بياخد فتره طويله مع الجهاز، والكابتن خالد بيقعد يحفظ اللعيبه، فشايف ان هي واحده واحده ان شاء الله ان احنا اللعيبه دي يبقى فيه انسجام اكتر، وده دفع علينا قويه ان شاء الله ان ماتش الجونه الحمد لله ان احنا نعمل نتيجه مرضيه ان شاء الله.